للفرح لكل العالم. امبارح راح ودعنا فيه سنة كاملة، سنة حاولنا نعطيها أفضل ما عنا وحاولنا ناخد منها أفضل ما عندها. اليوم يوم جديد كله تفاؤل وأمل بالسلام إنه هالسنة مخبيتنا أحداث حلوة كتير. عبر القناة المصرية الأشهر السي بي سي مننطلق بالسهرة 12 من ستار أكاديمي بأول يوم من 2016. الليلة الطلاب ناطرين يطلوا عليكم ويبدوا سنتهم بخطوة أقرب لللقب ولجائزة 100,000 دولار تقدم تويوتا إيجيبت. أما دينا وإيهاب فهن بانتظار أصواتكم ودعمكم مشاهدينا الليلة. صوتوا بكثافة لترجعوا واحد منهم على الأكاديمية. الأسبوع الماضي كان حافل بالأحداث مع الطلاب يلي رغم مرضهم كانت نشاطاتهم كثيرة وتحضيراتهم للبرايم كمان. فخلونا نشوف شو هي الأحداث يلي سجلها الأسبوع الأخير بال 2015 بالأكاديمية بهالعناوين. آخر أسبوع في عام 2015، كيف عاشه الطلاب؟ أبرز أحداث الأسبوع الأخير من السنة نستعرضها في هذه العناوين. أنيس بين وداع الطلاب واستقبال مبال خارج الأكاديمية. حنان تهدد بالرحيل ورفيال يهدئ العاصفة. ما برضى أزعلك، ما برضى تكون زعلانة، ما برضى تعمل هيك بحالك ولا تكون معصبة ولا من حالك ولا من شيء. نسيم يطمح إلى العالمية ويغني بالصيني. محمد عباس ودينا ملك وملكة البشاعة في الأكاديمية. ملك الجبل هو عباس.
ملكة جمال الأكاديمي لموسم 2015-2016. المقالب في الأكاديمية بين الفعل ورد الفعل. الطلاب يتكلمون مع أنفسهم. الجنون فنون. مش متخيلة إن أنت جيتيلي بجد. مدام ماري تفقد أعصابها وصبرها. بدك بشوف منشفة بالأرض. بتعرفي شو الميكروبات كلها موجودة بالأرض. الحنين يبكي الطلاب. مروان يعود طفلا في ديزني. الطلاب يحتفلون بالسنة الجديدة. تلك كانت آخر عناوين عام 2015. الليلة نستقبل معا السنة الجديدة بالأمنيات والفرح والأغنيات على المسرح الذي يجمعنا كلنا، مسرح ستار أكاديمي. مساء الخير لمديرة الأكاديمية كلوديا مارشاليان، ومساء الخير لعرابين وأساتذة الأكاديمية. ينعاد عليكم هابي نيو يير للجميع. كلوديا، 2015 كانت سنة الانطلاقة الكبيرة لطلاب الأكاديمية. كيف برأيك رح تكون 2016 عليهم؟ يعني إذا 2016 رح تكون مشرقة ومبهرة مثلك هيك، نيالنا فيها. كلك ذوق. نيالنا. ثانك يو كلوديا. هيلدا، نحن أول شيء كلنا بدنا نعيد كل الناس اللي عم يحضرونا، ونتمنى لهم 2016 تكون أحلى من 2015. مش صعبة يعني تكون أحلى، بهمنا تكون كلها صحة وعافية وسلام. نحن بلشوا معنا تلاميذ بال 2015، بس بال 2016 رح ينطلقوا من عنا على العالم الخارجي، رح يظهروا على عالم جديد، رح يبلشوا بحياتهم جديدة. و 2016 رح تكون انطلاقتهم بالحياة من دوننا، وهون الصعوبة وهون المحك يلي إنه هن رح يمشوا رح ينجحوا أو لا. ونحن بنتمنى لهم النجاح والتوفيق لكلهم إذا الله راد. الله راد. شكراً. شكراً لك كلوديا. بيقولوا السنة بتقطع مثل أول يوم فيها، كرمال هيك سهرتنا الليلة كلها حماس وفرح وهيصة كبيرة. رحبوا معي بنجم سهرتنا فارس كرم. سبعين تقبرني تقبرنا، ضيقتها الحلوين يا ريتها تقبرنا. طوق المترو سبعين تقبرني تقبرنا، ضيقتها الحلوين يا ريتها تقبرنا. ويا ريتها ويا ريتها تاخذني الليلي عضيت غرغل بقلبها شوي، ولانه دقيقه لهالصبي بوسي منها وحده بتحييني ومن بعدها تقبرني. المترو سبعين تقبرني تقبرنا، ضيقتها الحلوين يا ريتها تقبرنا. جمال تقبرني تقبرني، كلها رقة ودلال يا ريتها تقبرني. والله قايد جمال تقبرني تقبرني، كلها رقة ودلال يا ريتها تقبرني. عيونها دبحة غزال مهرة نار التنين، بوسي منها وحدة بتحييني من بعدها تقبرني. ولا تقبرني تقبرني، ضيقتها الحلوين يا ريتها تقبرني. ضيقتها
على قلبها فوت تقبرني تقبرني لحظة ومن بعد أموت تقبرني تقبرني حابب على قلبها فوت تقبرني تقبرني لحظة ومن بعد أموت يا ريتها تقبرني شو ما بدها تحط شروط أمر عيون الحلوي بوسي منا وحدة تحيي ومن بعدها تقبرني بكرو سبعين تقبرني تقبرني دياتها هالحلوين يا يا ريتك تاخذني الليلي عبيت غلغل بقلبي شوي لانه دقيقه لعصابي بوسي منا وحده بتحييب من بعدها تقبرني برافو شكرا مروان اهلا وسهلا بفارس كرم يعني مين في احلى من فارس كرم يولع السهره على راسي يسعد مساكي اهلا وسهلا بشوفونا ان شاء الله بنعاد عليكم بالخير والصحه والسلام مساء الخير للجنة الكريمة شو القرار يلي ناوي تاخده بالسنة الجديدة فارس؟ معقول نفرح منك السنة مثلاً؟ هيدا قرار من القرارات بس يتجوز القهوجي بتجوز أنا بس يتجوز مين القهوجي؟ القهوجي ناطر القهوجي شو رح تتجوز هيدا؟ شو؟ في شي؟ قرار في شي؟ إني ما أزعل عشي إيه برافو عليك ما في شي حرزان وما أندم عشي بالدنيا لأنه ما في شي حرزان ما في شيء حرزين فعلا نحن فرحانين كثير بوجودك معنا الليله وراح نستقبلك على المسرح بعد اكثر واكثر ونسمع احلى اغانيك شكرا لك فارس كرم مشاهدينا اول بريك لسهرتنا ومع دينا بنحتفل بالسنه الجديده خليكم معنا
تمنت امبارح رفعت امنياتها بالعالي على امل تتحقق، والطلاب مع السنه الجديده عندهم احلامهم الخاصه وامنياتهم الكبيره. مضطرين نودعك ونودع معك كل الايام الحلوه اللي عشناها فيكي، بس نوعدك ما رح ننساكي ابدا ابدا. 2015 شكرا شكرا قوي، جبتيني على ستار اكاديمي واخذتيني على كل بيت وخليتي كل بيت عربي بيت. شكرا. 2015 ما كنتيش حلوه على كل الناس، كتير اتفرقوا فيكي وكتير اتودعوا فيكي وكتير خافوا فيكي، بس الليله هنودعك بامل كبير إن 2016 أكيد أحلى. year 2016 أنا عايزة أخس كم كيلو جرام، وعايزة متابعيني على الفيسبوك يزيدوا كم مليون، وعايزة كم مليون في جيبي، بس كل الحاجات دي ما تتعبيش نفسك فيها، أنا هدبر أموري، بس مش عايزه منك غير حاجه واحده بس، النجاح والنجوميه. النجوميه النجوميه النجوميه. ها 2016 ما راح فوت ولا لحظه منك الا للامل والفرح والنجاح، ما راح اترك ولا لحظه فيك للحزن وللالم، انا وانت هون. 2016 شحال هادي وانا كنتسنى هادي نجاح، ماشي اي نجاح، وكنتمنى اليوم تكون وجه خير عليا وتحقق حلمي. شكرا شكرا بزاف لانك خليتيني نصدق الحلم ديالي، شكرا على كل مفاجاتك الزوينه، على كل دمعه فرح وبسمه امل، شكرا من كل قلبي، شكرا بزاف. ألفين وستاش استنيتك برشا ومستني منك برشا، مستني تجيب معاك السلام والهدوء لاهلنا المقهورين بالعالم العربي. هابي نيو يير. It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd, celebrate 'cause good things are coming. 2016 اتكلنا كله عليك، ما تخيبيش املنا. احنا دفعه 2016 من ستار اكاديمي، رح تكوني غير شكل لنكون نحن غير شكل ونحقق الحلم ديالي فيكي. 2016 اهلا وسهلا بيك. هابي نيو يير. استاذ الياس ينعاد عليك هابي نيو يير. هابي نيو يير. شو هي امنياتك للعام الجديد؟ انا بتمنى، بدي اقول لك، عم بصلي من 44 سنه، صار لنا 44 سنه في لبنان بدات، وبعدين على المناطق وعلى الكون كله، ارجو انه 2016 تكون عاقله مهضومه مش ثقيله، وما يكونوا كلهم ثقيلين اللي بده يتثقلوا. نعم. ومثل ما الله بريد رح نصلي قد ما بنقدر. شكرا لك استاذ الياس، طولنا عمرك. امير هابي نيو يير. هابي نيو يير. كانوا كتار الامنيات امبارح؟ يعني اكيد كل سنه بيبقى عندنا امنيات كثيره، بتمنى السنه الجديده لكل حد في الوطن العربي ان هو يعيش بحريه وسلام، ما يضطرش يسيب بلده بسبب قهر او ظلم او حرب. وعلى المستوى الخاص بتمنى يعني ربنا يديم عليا وعلى اهلي نعمه الصحه والستر ورضا ابويا وامي عني، دي اهم حاجه في الدنيا يعني. اكيد. شكرا. وانت تجنني النهارده، انا قلتها كتير بس انت ما فيش حل فيكي، مضطرين نقعد نقولها بقى. ثانك يو. شكرا لك امير. سهر
وانسى روحي وياك ونضع تبقى فداك لو تنساك وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعزالي معك والدموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا جيني معاك ورضاها يبقى رضاك وسعدتها يهون في هواك في هواك طول حرمان والحب والغيرة. لكن لازم نرجع للأكاديمية للحظات مختلفة بتعيشها درة أسبوعياً للطلاب، وهالمرة مع الفيري غود ماذر درة. عم تحتفل بالسنة الجديدة سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة طلاب رايحين اللي عندي أنا 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 مين قال أنا؟ بمطلع السنة بتكتر الأمنيات
وطلت العرابة درة على الطلاب تسألن شو عبالن. انتو بس تمنوا، اطلبوا وتمنوا، درة بتحقق الأمنيات. شو هيدا يا درة؟ هلأ انت صرتي بتحقق الأمنيات؟ شو لكن؟ اللي ما بيعرفني بيجهلني طبعاً. درة متل عادتها ولا مرة اطلالتها على الطلاب بتكون اطلالة عادية، كل مرة بتفاجئن بألف قصة وخبرية قبل ما تعلن أسماء اللي بدائرة الخطر. نسيم، يا نسيم، أنا شايفتك لقطيني بالقصة، لقطيني طيبة شهية. هوبلا، يلا هلأ إذا طلعت نوميني بجيبك لعندي وبسلقها لهاللقطيني وبعملها صوت. دينا، يا تقبليني يا دينا، عم بتعبوكي بهالأكاديمية جلي وتنظيف وترتيب، أنا لازم رقيكي وأعطيكي صفة جديدة، رح أعملك مدبرة المنزل بالأكاديمية. هوبلا، هيك بتصيري تأمري وأوامرك كلها تصير مطاعة. مروان، وينو مروان؟ عشتا ايه؟ كل برايم أمير، كل برايم أمير، صدقت حالك هيدا الموضوع ما لازم يكمل. أنا الليلة رح ردك ضفدع. هوبلا، رح تكون أحلى ضفدع. خد على كيسز من درة. هاي هي درة، كلامة مسامير حتى بالمناسبات الجميلة. هيدي رح حولك لعروس الموسم، بلكي بخلص منك ومن همك. هوبلا. يلا روفي زفة معي. وأخيرا اتجوز وما عادش ناقصني حاجة، ما حدش له كلمة عليا ولا حد له عندي حاجة. وأخيرا اتجوز اتجوز ناقصني حاجة، ما حدش له كلمة عليا. شو يا إيهاب؟ شو حبيبي؟ كيف كان هالبرايم؟ قولك رح تكون نوميني الليلة؟ حسيتك مبسوط بدور القرصان. طيب شو رح حولك؟ القرصان الصغير إيهاب. هوبلا. الطلاب كانوا عم يضحكوا على اللي عم بيصير، وهيدا شيء ما منعهم يخافوا على مصيرهم وينسوا رهبة التسميات. النوميني الأول اللي منقول له سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة يا إيهاب. دوغا حوتيني فقسان صغير، فقسان صغير ولا كبير المفعول ديالو كبير، عارفين مآمن كنت هدري. بدنا جو، بدنا جو. ما في شي صعب على درة. النومينات تاني، انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، أمرك يا جميل تتترى. النومينات تاني دينا. درة، انت جبتيلي المرارة، والله جبتيلي المرارة، بس أوعدك في 2016 مش هتدوني اللي في بالك. أنا قاعدة على قلبك وهفرسك، قاعدة على قلبك. شرفتيني. يا هيك تكون العيدية يا بالا مع درة، ما ينعاد عليك هيك عيد يا درة. هابي نيو يير للجميع. هوبلا.
شيلت غلط كلش حسبت غلط والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط كلش شيلت غلط كلش حسبت غلط والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي أنا عم شوفك غلط كل شي قلته غلط كل شي حسبته غلط والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط يلي ما عندن الوفا زغت وفا يلي بقلبه ما في نتف الدفا يلي ما عندن الوفا زغت وفا يلي بقلبه ما في نتف الدفا يلي بعز جروح تركني اختفى غلط بغلط أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي أنا عم شوفك غلط كل شي قلته غلط كل شي حسبته غلط والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط ما بدنا إياك أبداً تنسحب يا إيهاب والجمهور يلي بحبك أكيد عم بيصوت لك لتكمل مشوار ستار أكاديمي كلوديا كيف غنى إيهاب الليلة؟ يعني عم تسأليني عن إيهاب عن نقطة ضعف بقلبي إيهاب بحبه كتير بحب صوته بحب وجهه ضحكته عيونه هل هيك بحسسونا عطول بقلبه الدافي واليوم غنى حلو كتير مع إنه في مسحة حزن بوجهه يمكن مشتاق لنا خايف إنه يشتاق لنا إيهاب خلص إذا أنت إذا بقيت اليوم أو فليت رح تبقى بالقلب أكيد وأنا بشوفه غنى كتير حلو وهالمسحة الحزن ساعدته شكراً كلوديا أستاذ الياس كيف كان إيهاب الليلة؟ هو حضوره وجهه مثل ما عم تقول في قريب للقلب يعني الناس بيحبوه بس يشوفوه بعدين عنده صوته في نوع يعني حلو سميك مش رفيع وبيأدي بس بده ينتبه على النشاز صغير يعني مرق كم شغلة حبيبي أما من غير شيء يعني ما في شيء عاطل أبداً شكراً أستاذ الياس شكراً إيهاب Good luck الليلة دينا مثل إيهاب بحاجة الليلة لدعمكم وتشجيعكم خلونا نسمعها سوا
حتى اكتر منها شويه وبحبك انت عينيا حتى اكتر منها شويه واسالها انت وحلفها على طول هتقولك هي واسالها انت وحلفها على طول هتقولك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك أكيد كل الجمهور يلي بحبك وعم يدعمك كمان. مساء الخير بتيم. مساء النور. كيف شفتي دينا الليلة مرورة؟ بدي أقول شغلة، إذا نوميني وهيك عم بتغني وبدي وجه لها تحية مش بس لهلأ للتابلو يلي عملته بالأول، إذا نوميني وكانت عقد مسؤولية تابلو وغنت ورقصت بتصور إنه دينا ما بينخوف عليها أبداً، هي جاهزة، فاتت على الأكاديمية ناضجة، زادت نضوج وزادت خبرة مسرح، ودينا مستقبلها كتير كبير، يعني إن شاء الله تضل معنا أو إذا فلت ما بيأثر مستقبلها قدامها وناجحة كيف ما كان. شكراً بتي. مدام ماري. مساء الخير. مساء الخير مدام ماري، ينعاد عليكي. بالصحة. كيف غنت دينا برأيك الليلة؟ أول شيء اللي زمان ما شفتها الضحكة على وجهها لها دينا. لدينا؟ إيه، لأنه سخنت كتير. إيه مزبوط، ظرف شهر. مزبوط. وحمد لله على السلامة، وأنا بحب كتير حضورها وصوتها، كيف فيها تعطينا كيف فيها تتقدم أكثر بكتير بهالشهر يلي هي سخنت فيه، والله يوفقها إن شاء الله تعطينا أحسن من هيك. شكراً مدام ماري. أمير، كيف كان مرور النومينيز برأيك الليلة؟ دينا فيها ميزة، أدائها بيتغير مع كل أغنية، يعني لو أغنية شقية بتلاقيها شقية، لو جد بتبقى جد، حتى في الأغنية الواحدة النهاردة بتمثل بعض الكلمات، يعني في كلمة معينة بتعمل أدائها غير الأداء التاني. أنا راضي عن أدائها بنسبة 100% النهاردة، وكتير كنت ببقى راضي عنها، بس يعني دي أول مرة أعلق على أدائها. برافو يا دينا. إيهاب، إزيك إيهاب؟ عامل ايه؟ ايهاب في برضه ميزه كبيره جدا في ايهاب، ان صوته غير ان صوته حلو وامكانياته كبيره وصوته قوي، صوته مميز، في بصمه، يعني الناس هتعرف صوته في المستقبل ان شاء الله من غير ما يبقوا شايفينه، ودي اهم حاجه انا بشوفها في المطرب. في مطربين بيبقى صوتهم حلو ويتوه وسط الناس ما نعرفهمش. اغنيه النهارده كان فيها مطب وحيد بالنسبه لي، الجزء اللي كان فيه واطي قوي وكان فيه رينج بين اوطى نوته واعلى نوته، طالما ما حسيناش بيه هو اتعامل معاه بذكاء يبقى اداها برضه بشكل جيد. هما الاثنين انتوا جامدين، ايهاب كمان بالذات سنه صغير قوي، بس انت مطرب كبير برغم يعني صغر سنك، وحد فيكم للاسف هيمشي، بس بنحبكم جدا انتوا الاثنين. شكرا امير، شكرا دينا، جود لك. ما تنسوا مشاهدينا تابعوا التصويت لدينا وايهاب لترجعوا واحد منهم على الاكاديميه وتخلوا نجمكم يلمع. بريك صغير وبنرجع لسهرتنا، خليكم معنا. To the world, it's just love, it's just love.
شفتك سنت تذكر وقتها آخر كلمة قلت وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك أنت مبتكرة أسبوع وراء أسبوع حتى توصل الأغنية بأجمل مشهد وحتى تكون السنة الجديدة سنة كلها نجاح وسعادة على الطلاب حبوا يرسموا محطاتها على طريقتهم منتابع سوا هالكليب. جديدة أبواب جديدة كنفتحها سنة جديدة هدايا هتجيلنا وصداقات هنبتديها سنة جديدة رح نطوي صفحة ونكتب على صفحة جديدة سنة جديدة فيها شمس جديدة ونجوم رح تلمع سنة جديدة فيها رح نحب ونلعب ونتصور ونخلي ذكرى سنة جديدة فيها نسافر ونختبر ونتعب ونغني سنة جديدة هنحتفل بانتصارات
ونستنى أمنية. هذا العام ببساطة باش نعيشه كل يوم بيومه حتى يتحسب علينا عام سعيد. عيشوا معنا اللحظة، إحنا وإنتوا هنا وسنة جديدة مستنيينها. 2016 احسبوها منيح وعيشوها. هيك تمنوا الطلاب وإن شاء الله كل أمنياتهم بتتحقق. أما على المسرح فرح يغنوا للعام الجديد حنان ونسيم. بهالعام الجديد؟ نلاقي الميكرو أول شيء. الصحة للجميع أهم شيء، أهم شيء. سلام، وبتمنى راحة البال
يعني نتخلص من كل شيء تطرف، من كل شيء إرهاب، من كل شيء عم بيخوفنا، كل شيء ما بيخلينا ننبسط بالأشياء الصغيرة اللي بالحياة. يتركونا نعيش. هيدي إنه نعم. نعيش هيدي بتمنى شغلي الوحيدة إنه نعيش مرتاحين للجميع. إن شاء الله يا رب. شكرا بيتي. مدام ماري، أمنيتك كانت خاصة أم عامة؟ هي عامة أكثر. نعم. يعني بتمنى يكون في محبة بين الناس أكثر، ويكون في عطاء للعايز أكثر، وما بعود يصير في حروب بالعالم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كل يلي بتتمنوه بيتحقق. أما هلأ من جديد بينور مسرحنا النجم فارس كرم.
قلبي وشو بدي قلو تعبان شو بعملو ما عندي دواء انت اللي كنتي فيه بعدك كيف بداوي صوته مجروح بيندهلك ردي له الروح يا ضحكي صدى مرافقني يا صوت اللي بعده حارقني مشتاق لايديك تتركني لحالي انا يا ضحكي صدى مرافقني يا صوت اللي بعده حارقني مشتاق لايديك تتركني لحالي انا قلبي وشو بدي قلو تعبان وشو بعملو ما عندي دواء انت اللي كنتي فيه بعدك كيف بداوي صوته مجروح بيندهلك ردي له الروح جروح بيندلك ردي له الروح لما زار يورو ديزني بفرنسا من بعد فوزه بالتوب 3 الأسبوع الماضي. مين ما بيحلم بيعيش بعالم من الخيال في كل شيء حلو مثل القصص اللي منقراها بالكتب. الأسبوع الماضي صار هالحلم عند مروان حقيقة بالسفر مع تويوتا إيجيبت إلى أجمل عالم ديزني لاند باريس. هالوجهة بتستقطب مش بس الصغار إنما الكبار كمان، لأنه داخل كل شخص فينا طفل صغير. هون كل شي تخيله مروان من صغره حقيقة وكل أحلامه ممكن تتحقق وأكتر. شوفي أحلى من لقاء أبطال الشخصيات الكرتونية بشوارع ديزني لاند كأن هرباني من كتب الخيال. ما بدي ياني. This is Christmas, hooray!
الكل معيد وجو الفرح مسيطر. أهم شخصيات ديزني طلت بعرض ممتع وخلت مروان يرجع طفل صغير عم بيحقق أحلامه بلقاء أبطال من طفولته. والأحلى من رؤية هالشخصيات الجميلة هو التفاعل معهم، ومين ما بيحب يلتقي بأهضم ميني ماوس. بديزني لاند نسي مروان العالم وسافر مع كل لعبة كان عم يلعبها. برم الكرة الأرضية بـ It's a Small World. عاش مع قراصنة Pirates of the Caribbean. طار مع الأشباح. وما في أحلى من عيش المغامرة للآخر مع شوية أدرينالين. بديزني لاند ستوديوز انبهر مروان بأروع التقنيات البصرية. سافر بخياله مع أجمل العروض. حس إني عم عيش حلم، يعني بعدني ما عم بوع. كل شي عاشه مروان هون جديد، خاصة لما شاهد كواليس تصوير الأفلام وكيفية القيام بأقوى الخدع البصرية. حتى تابع تصوير أحد أفلام الأكشن وتحمس أمام هالعروض القوية. العالم اللي كله خيال ضاع مروان. وين راح؟ بأي كتاب قصة علق؟ ما كان ممكن يغادر مروان وما يسترجع أحلى ذكرياته بأروع القصص اللي كانت بداية شهرة ديزني. ديزني لاند عيد مروان أحلى عيد وعاش الفرحة مع ميكي وميني اللي أضاءوا شجرة العيد. عاش مروان أروع اللحظات بهالعالم الساحر، مخطف بالإبهار والضخامة، وقد ما وصف مش ممكن يعبر عن حقيقة الإحساس اللي شعر فيه بديزني لاند. كل شيء مميز عاشه هون أكيد رح يبقى يخبره لسنين طويلة، لأنه ديزني لاند مش بس مكان إنما حلم كبير نهايته دايماً سعيدة.
عليك كلوديا، سنتي جاي انا وياك من هلا اذا بدك. يلا يلا. امير، وين اهميه انه الفنان يرجع ولد صغير؟ بس هاجي معاكم الاول دي. اهلا وسهلا فيك. كلنا بنروح. اوكي. اي بني ادم في جواه طفل صغير بيبان ده شويه في الانفعالات القويه، يعني الواحد لما يفرح قوي ممكن يبكي، لما بيخاف قوي بيصرخ او بيهرب او بيجري، دي كلها تصرفات طفوليه ليها صله بالابداع طبعا. والفنان لازم كل شويه، او المبدع بيحتاج يعمل ريفرشمنت زي اللي مروان عمله كده وكان نتيجته كويسه، ادى بشكل جيد جدا. واحنا هنعمل بقى ان شاء الله زي ما اتفقنا السنه الجايه سوا كلنا الموضوع ده ان شاء الله. الله بعد. شكرا امير. لانه عم نحكي عن الهدايا والمكافئات، شو هي وجهه هالاسبوع مع تويوتا ايجيبت؟ الهدية أكثر من مميزة، الوجهة إلى شمال لبنان، تحديداً لمنطقة الأرز اللي بترتفع عن سطح البحر حوالي 2000 متر. يعني المشوار على الجبل وسط طبيعة هادية ألهمت العديد من الكتاب والشعراء من العالم، أبرزهم ابن هالمنطقة الأديب اللبناني جبران خليل جبران. بين الجبال الشاهقة اللي بغطيها التلج وشجر الأرز المعمر والطبيعة الخلابة، العطلة رح تكون جنات عمد النظر. ما في أحلى من استقبال سنة جديدة باللون الأبيض، فألف مبروك. شفنا الوجهة، بقي نعرف مين ربحها. عباس، هايدي، بليك أنا مين ربحها؟ مين ربحها؟ كله. بما انه بهالمرحلة توقف التوب 3، الكل طالع على التلج هالاسبوع لانه كلكم تستاهلوا. رح يقضوا ويكند حلو، وهلا التلج كثير والمطرح ابيض، بدهم يرجعوا لنا هيك قلوبهم بيض. لحظة بس كلوديا، لحظة، إذا وصلوا. لا بيوصلوا بيوصلوا بيوصلوا. الله راد. الله راد، بكره بيمشوا. إن شاء الله تنبسطوا شباب، هاف ا جريت ويكند. يومين، إيه يومين، إيه إيه يومين. منتابع سهرة الليلة من ستار أكاديمي بأول يوم من السنة الجديدة، وعلى المسرح منستقبل من جديد النجم فارس كرم. لك شعبي من الطيب، عالطيب عالطيب، هو قرب قرب عالطيب، عالطيب عالطيب، لك شعبي من الطيب. أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي، أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي، ليش ما بيسوالي، ليش ما بيسوالي، قدامي القمر شايف خدو مثل القطايف، عبالي السرايا اكلوا زاد الخطايا، لا 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 لا
والحلو كله ببالي أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي لايش ما بيسوالي لايش ما بيسوالي أبا لايش ما بيسوالي لايش ما بيسوالي والعب طيب عب طيب. شكرا. مين قال ما بيسوالك؟ فارس كرم، يعني اهلا وسهلا فيك. نحن كثير بننبسط ونفرح خاصه وقت اللي بتغني وهالجو يلي بتخلقه. الله يخليك. بدي اقول كلمه. تفضل. كل ما بتكبري كل ما بتصيري اجمل واحلى. كلك ذوق. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي كثير. فارس، قبل ما نودعك تمنيتك للطلاب؟ بتمنى انه يتواضعوا وما ينغروا، وبتمنى شكرا. ولعت الجمهور قلت لك. جميل. وبتمنى انه يغاروا من بعض ويغاروا من نجاح بعض وما يغاروا من بعضهم. والله يوفقهم يا رب. حلو. شكرا لك فارس. انبسطنا كثير بوجودك معنا. هابي نيو يير مره ثانيه. ضيف البرايم ال 12 فارس كرم. حان وقت النتيجه. بدي اطلب من ايهاب ودينا يتفضلوا على وسط المسرح لعندي لسماع نتيجه التصويت. الجمهور عملكن حملة وصوت، وكلنا ناطرين نسمع هالكلمة ونعرف هالقرار. هيدا أول قرار بسنة 2016 رح يكون له تأثير كبير على حياة دينا وإيهاب، لأنه مهما كانت النتيجة بعد هالقرار كل شيء رح يتغير. طالب من بين دينا وإيهاب رح يرجع لبلده نجم حامل محبة الناس ومحبة الأساتذة وخبرة كبيرة، ورح تكون سنته مش سنة عادية. وطالب رح يرجع الليلة على الأكاديمية ليكمل المغامرة، وبيبدأ السنة الجديدة مع زملائه. الأكيد إنه اثنيناتهم في إلهم محبة كبيرة عند الجمهور، والأكيد إنه اثنيناتهم ناطرهم مستقبل حلو كتير بعد الأكاديمية. دينا من مصر أو إيهاب من المغرب، لمين أعطى الجمهور تصويت أكثر الليلة؟ رح نعرف بعد لحظات. النتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. مبروك بكير على المبروك. أول شيء جود لك لإيهاب وجود لك لدينا. إن شاء الله السنة تكون حلوة عليكم لو شو ما كانت النتيجة. الأعصاب مشدودة. دينا حايصة. إيهاب معصب. لا ماشي حالك. الزملاء كلهم بالأكاديمية ناطرين القرار ليشوفوا مين طالع معهم على التلج هالويك اند. إيهاب أو دينا، لمين صوت الجمهور؟ لحظات قليلة ومنعرف النتيجة. دينا من مصر أو إيهاب من المغرب. عم تطلع النتيجة على الشاشة. أعلى نسبة نيلة أو نيلتها. دينا من مصر مع فرق بسيط بالتصويت كمان. كانت منافسة قوية. ألف مبروك إذن لدينا من مصر. وهيك مشاهدينا منودع إيهاب من المغرب الليلة، وهيك منكون استقبلنا السنة الجديدة على أمل تكون مليانة بالمفاجآت الحلوة إلكن. الطلاب رح يكملوا سهرتهم ورح يكملوا يسعوا لنيل اللقب وجائزة $100,000 تقدمة تويوتا إيجيبت، وأنتو رح تساعدوهم بتصويتكم ليحققوا حلمهم. أما هلأ فالكل رح يحتفل بالعام الجديد. وهابي نيو يير إيفري ون. كل سنة وأنتو بألف خير.